وعاد عارفوا يا شويه والما كل حاجه وسمته، المليح بوحدو والقبيح بوحدو كل حاجه وسمته. الجوده كاينه السوق عاد عام تبارك الله، كاينه السوق لا فريز لا تفاح لا ليمون، كاينه الجوده. الجوده راهي باينه على 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 وجهها اللي قال هذاك، وليت انا راه الثمن راه مناسب، ماشي شي ثمن اللي هذاك العام بالنسبه للمقارنه ذاك العام راه كانت 700 لقيت 800 ودابا الحمد لله راه 20 درهم في المتناول. واش اللي عطى الله اخويا؟ المهابي يجي يتقدم. نعم مرحبا بهم، راه حتى هما اللي قال هذاك احسن بالجيب تاع المكره. والانسان راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله الخير ديال المغرب دابا تلافوكا الحمد لله على عام الاول بالنسبه لجنوب افريقيا والبيرو اللي كانت عام الاول حتى ما عام مناسب، واخا كاع بالنسبه لسلعه البلاد ما تتعداش دابا كاع حتى توصل كاع 25 درهم، ماشي هذيك الحاله ديال البيرو فهمتي ديال جنوب افريقيا وهذاك الشيء اللي كان هذا العام. هذا العام الاخير راه موجود الحمد لله، نتمنى كل ولكن الفلوس الناس معدومه، فلوس ما كاينش والغلانه اللي تنجيب هذا الشيء. البارح سيرت عليه المازوت غير طومبيل تشحدت لي 70000 فرانك ولوتيروت، واللي تحلوا المشكله حتى مول الكاميون المازوت زاد، ولا هذا الشيء راه غلاه المازوت بعدا، واخا كانت ما تكون هي ب 18 غادي توصل 25 درهم بالنسبه للمازوت اللي زايد اللي زايد، ولكن ما تيبقاش فينا الغلا، تيبقى الناس اللي ما عندهاش القدره الشرائيه ديال هذا الشيء اللي هو المشكل عندنا. صافي اللي حد باباي خويا باباي هذا العام شويه اللي قليل شويه هذا الفلاح بزاف، وعلى حسب من جيت الصب، الصب لا كان طاح في الاول لا طاح الصب ديال الماء كيكون الفلاح كتكون تعطي مزيان، اما هذا العام شويه قليل باباي. والجوده كاينه، الاثمنه مزيانه كاينه؟ لا الاثمنه مزيانه، الاثمنه مزيانه هذا العام الله عمرها دار فهاد الثمن ديالو تنبداو ب 240 تاع هاد الاسبوع اللي دايز فيه، ومن هنا السمانه الاخرى نشوفوا لها كان شحال نعاودوا نشوفوا. الاثمنه مزيانين، الجوده مزيانه. مزيانه انت كتشوف. مليحه مليحه طيبه كلها. عمرها ديال حسن. الناس مسكينه راه مكرفصه وهذا اللي بغيت نقول، واخا حنا تتجينا رخيصه المسكين تتجي غالي ما عندوش. واخا تتبان لنا حنا 30 درهم رخيصه ولا 25 كاين اللي ما عندوش مسكين باش تيشوف فيها صافي سكر العيش. واخا عندنا الخير في بلادنا الناس ما عندهاش باش غادي، الله يحسن العوال لكل واحد. والثمن ما كاين غلا ما كاين رخا ما كاين والو، داك الثمن مناسب ولكن الجيب خاوي. الناس عجبتها السلعه ولكن الجيب خاوي، ما تتشوف السلعه ولكن بغاتها، ولكن حنا تنقولوا كاع الثمن رخيص. الحمد لله كاين الفريز كاين سلعه المغرب راه موجوده الحمد لله، الثمن مزيان ولكن الفلوس اللي ما كايناش، هذا هو اللي بغيت نقول لك من الاخر. الناس مقهوره مكرفصه، هذا هو اللي بغيت نقولها. استاذ والله يتم بقى على خير ورمضان مبارك سعيد، وراه يشوفوا من حال هاد الناس ان المازوت غلي هادشي تيجي بغا، ولكن راه ما تيسوقلاش مسكين يشوف. واخا هي تكون كاع ب 50 ما مدور ما والو، الناس بغات لافوكا راه ما غاديش تعصر لافوكا ودوز غير هاد العشريه ما غادي تهبط لافوكا. الله اعلم، هذا اللي غادي نقول، الخير موجود ولكن الفلوس اللي ما كاينش.